وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة النائب فاطمة عباس قاسم، عضو مجلس النواب، عضو وفد الشعب البرلمانية. مساء الخير سعادة النائب، وأهلا بك في نشرة أخبار الثامنة. كيف تم استعراض تجربة مملكة البحرين في تمكين المرأة في هذا المحفل الدولي من قبل الشعب البرلمانية لمملكة البحرين؟ مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة. بداية أود أن أؤكد أن منجزات مملكة البحرين فيما يخص تمكين المرأة تمثل نموذجا يحتذي به بفضل رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه السديدة والحكيمة، ودعم صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. في هذه القمة العالمية استعرضت معالي رئيسة مجلس النواب جوانب تجربة مملكة البحرين في هذه المجال، وتمت الإشارة إلى أن جهود المملكة البحرين في بداياتها كانت تتجه للنهوض بالمرأة البحرينية ثم تمكين المرأة على جميع القطاعات. أما اليوم فقد بلغت المرأة البحرينية التقدم في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واقعا يشهد له الجميع. نعم سعادة النائب، كيف كانت ردود الفعل من قبل الوفود المشاركة في هذا الاجتماع الدولي على ما طرحته معالي رئيسة مجلس النواب من نقاط مهمة تتعلق بتمكين المرأة والوصول إلى مرحلة تقدم المرأة في مملكة البحرين؟ الانطباع تبين أن مسيرة مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة هي مسيرة مستمرة ومتجددة لا تعطلها الظروف الاستثنائية. نعم. لذا وجدنا مع بداية جائحة كورونا كوفيد-19 صدور توجيهات ملكية سامية لتطبيق العمل من المنزل للأمهات العاملات في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، بما يسهم في تحقيق أقصى درجات الاستقرار الأسري. ولم تكن هذه المبادرة الوحيدة، بل أعقبتها مبادرة من صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد أثمرت حملة متكاتفين لدعم المرأة البحرينية، والتي كان من بينها خدمات تقديم الدعم الاقتصادي للمرأة ومساعدتها على التوفيق بين مهامها ومسؤولياتها الوظيفية وواجباتها الأسرية، بالإضافة إلى دعم استدامة مشاركتها في سوق العمل وتوفير الاستشارات الاقتصادية المتخصصة لدعم رائدات الأعمال المتعثرات للتعامل مع التحديات والظروف الراهنة وسبل تخطيها. كل هذا والشواهد والأمثلة كثيرة جدا وجميعها تؤكد وتبرهن على أن البحرين سباقة وداعمة للمرأة. نعم سعادة النائب فاطمة عباس قاسم، عضو مجلس النواب، عضو وفد الشعب البرلمانية، شكرا جزيلا لك.